مأجورا شيخ. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلمة دين وحي كساب سنت هاي سياسة النفس. مرهدي شيخ شيخ مصطفى جزاه الله خيرا وكورمي سيدي أمد الله ديارين لها ومضوا أفراد بيك كوبانتها فرد والبنى مسؤولات باسارا إلا فرد يا سيد الربي وقود يا رجال اسمه صور تقل معها ومضى إن أي صوت تابه تهيك سيجيدة أما هالك أي أبارة سئين الجارة صور تقل معها سادرت أفر قضبة مهمة بنكسو كوبي دونا كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلا الدياريو فردي أما individual أما قف يسوي حكوا له نفع له بلشد وحكوسه كردين كراي أسبابها أرنك ويري وحكوك أرتو الدين كوا الدين أدي أدو علوس عليس يمقبولي هاي وقف كربا إنو ديك كندبر كأريتاي أي تهاي إنو أدير جريسين سيد وله القل لها أما ولك إلها عليس كندبر كأريدين لها حي الله سبحانه وتعالى نبي محمد مركو الله اللي صلوات ربي وسلامه عليه آيات وحيكو بالله بتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نبي قال لها اللي تربية نفسية بلوسة وجهة أو إنو هرت النفس دي سأو عربية أو ليلية أو يكو كتهي إنو هرت سلاة الليل كاحو قصارة بل جدول با إله سبحانه وتعالى أدجي مرنا لغو دريو مرنا لغت جريو مرنا ميل دحل فريسينيو جدول كان ماثماتيك لأه إله سبحانه وتعالى أدجي وتربية نفسية صوتنا وحي تهي وحاكدن بي تعليل إله وإله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وموجينية دينك إنو علوشي هاي مسؤولدون إنو علوشي صورة قلنا أنا هاين قف إسوي خفيف أو إيمان كيس آنو فدين إنو دين كان الله قد صورة قلما قضبك كواد وقضبك كينية نفسدو إنو نقطة مد يوضا ديار قريسا عربسا أو ديارسا مسؤولد لصاري ومد لبعض إلهي سبحانه وتعالى مركو آياتها وشيقي وحاكمنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره أذيك بك مغضى إلهي ما أقلع إلهي سبحانه وتعالى قوان كي سوحوه دينك كان إنو رما يستره آيات صحيح نبرا يساقفك مؤمنك إنو آدي أدو أتكاضه أذيك أنا إنو نقضه ميتك دين كيسا مركا سمتبحين لها وكبت بادي لها ضدك كلا آنو سهينا عذوك يقوي ديار قروبين وحنا موجين إلهي مركو له أتواصوا به بل هم قوم طاغون أحد المفكرين وحو له أتواصوا به وحكم وقته خطة يدسو جرينة تحناها سويال ليس كرد حلو الله إرثه سوء قارتك إلا أي وقت يكون قلبا قلبا كالو قد بسا و generation to generation ولا سوء قد بنيا مركا خطة يدو ماها مد يدو حالي دالتي ماها ولا وليدة اليوم ماها هذا مد يدو الله أنكيا ماها way soo jirtay inaga markaa waxa la noqon baa xuddadaas oo inay noqoto mid iyo markaa soo jirto qadabka oo qadabka kala keenay walidalika umar khattab radiyallahu anhu rag uu diyaariyay rag in la diyaariyo oo quwadna loo yeelo waxa muujinay maqamki ay lahaayeen qalyaha aarifinta ah maqamu wahidin fi alfin khayrun min maqali alfin fi wahidin hal qaf mal ku jiro أيوة بحي بوحين كرتا فالكي سوحو بوحين كرا كون قفوت هل كمركة كون كلمضو الله الشيخ محاضرة ورا محاضرة محاضرة تلو الأخرى ندوة تلو الأخرى مؤتمر تلو الآخر أيوة بقى أي كيني كيني إذا قف فردي بوحل لقيابا دينك كان مالين وبا هاي هاي قرمد وبا هاي هاي مالين وبا هاي هاي قرب استاق وبا هاي قف إن الله سبحانه وتعالى كبهي ولك عمر خطاب وحليه مروا الله اللي عمر من عاص وحنكون صدروا أفركن كون والبنى وحا هريالة هرسادوة
mid u dhig ma kun ka meesha jooga yani macna in la helo kun qofood oo is equal to 1 hal u dhigma ama hal u dhigma kun in la helo ajaabteeda la wadaari ku tilmaamay Umar Khadab radiyallahu anhu halka waxaan ku soo diray buur Zubair ibn al-Awwam al-Miqdad ibn al-Aswad man ku soo diray ibadaat al-Nisaam al-Masla man ku soo diray buur taamar ku waxay muujinaysaa dadka hadii la diyaariyo inay suurta galta inaan heli kalno individual awoodiisa iyo kartidiisa iyo maskax maalkiisa gaari kara heer kun qofood waxa ay soo saar lahayn inuu gaari karo taan waa qodob kale meeshiisa leh ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه مرؤو ضد لها اللي يريه نول من حج علان لها نول مال بوكو رفتي متباوي حين محن جعلان لها هل كان أنو فردين إنو ذهب وكسب بحسم وآن ما أرك تصدق قيسة متباوي حين محن جعلان لها لول يداما إذا برجد وضد إله إنو كبحي حين أنو إنتا إيجا مردقنا لكن سمو حن جعلان لها بويري رك سيدة أبو عبيد وكالة سيدة معاد بن جبل وكالة سيدة سالم مولى حذيف يعني بمعنى هل كي يسوي كأبار هذن كمادة آه أو ماتيريال وديه لها أن هل كان كذا جدومنا بقول لهم حنو بعنا أفراد ديارس individuals ديارس تامر كوه موجود إسا نفس ضد الله دياريو الله دياري إن مسؤولية دن إيوه أي قادين إيه تهال كمرك أقوى من أرن كلام بعد بحويها وقت إن هذا اللي جوجر صاب الثاني ضدك إلهي مر هدي بحديث القدس يري خلقت عبادي حنفاء وحن أدومي أبو ريوغ وطوصن لكن إتالتهم الشياطين الشيطان كما أنت للشيء كي إبليس القرآن كوكو شيء هسوغني إبليس متمثلا في الفضائيات إبليس أو دحفدية ساتلايتس كدحفدية إبليس متمثلا في الشبكات العنكبوتية إبليس أو إنتر كدحفدية إبليس أو متمثلا في الوثائق الأفل الفل أو لسو قد بيو دكومنتريس كلا قد بني ذات كلا قدية إبليس أو متمثلا في جوانب تنمانت أدار كيسان لصهر دقي مشاريع عن كل دون ضدك أي وطن مركب فتالتهم الشياطين مركب عن كل جنة عصري ضدك دب دم بالله صمين سياقة جديدة أو أنا هنتي إليه سبحانه وتعالى وأبوري هل كان مركب حيكين إذا فكرة ضن إيه ذا إن مركب حق الله صار قطبك كلا مهم كأه التي ما ميروحوا وعن وضع هن هاي إن وماذا كلا إيمج لسيو محيلا ما أنت وحي نقوم مشغول صن أنت سو أنديو رويترز يكو ولا ميت كأ وحي نقوم مشغول صن أنت سو إنستيتيوشنز إنستيتيوشنز كأ وحي باريان وحي نقوم مشغول صي ضد كان مسلمين تأي فكر كودا حتى إلا هيرك وجارة وحي عنان ما دام إنستيتيوشنز كو أي متوجهة أنظارها إلينا إنجو إنسو إيجيسو وحلو بها إمج في عن مركز اللبحي ولذلك وحت المامي أحد المستشرقين وحي لي هاي يا له من دين لو كان له رجال الله دينكم أدبوا عينها بوله أدبوا ونكسيه لكن رجي مركز ماشي سمرين لها بالوباه ولكن لفت الأنظار وحموجين وحول أحد المفكرين حادثة الفئل مركي كعبال الله صور ري طبعا وحيكد عذي وسط الجزيرة العربية وأهل كماش بوذا وعرب بنزلة حادثة إله سبحانه وتعالى ملك الوكر ذكره وحل ربع عربة ورنبا إلا من العسيو اللي رأى هذا كان وحي نقن دونتا بو أي كصوب بحضه عجائب كو نبي قاعد لشي أفرطا سنة كدب هدان النبي نبي بها لكا كتمد تامركا لفت الأنظار لفتر كيدا وحلو بها إمركا لو ديار قربان قيبتا مركا تلمام يسو أنه هدى تلمامين ولذلك ما أنت وحن مرينا وقتي إي أحداثا معناها لهين ودون المسلمين تكرد عذاي وحي كنتي الغير وأهضتك كلا المسلمين تأنا نهين إني آجد نوغو مشكولان وعموجين يا كرانيك ترانسليشن سو مانتا جرا ام انتربريتيشن كلا سمبي مانتا وحلقا يابا هدا هدي احد المطابيع اذا ومشرف كاه المنجد وحليه وحان مضر ان قلنا ان ان مليون نس ان طبعنا قرانك ما هي لي طلبات كيما نوغو باتي تا مركو حي موجين يا صدقكو انو يكون مشغول سين هذا الدين يمشى لا مارين لهم قضب كلا وحليه وحان وباهن هاي سي نفسد السياسه ديال دي ميل لو ماريو تربيه فردية يا جماعية التربية الفردية ودومه النبي أمره تربية أرقامية ثم مسجدية ثم منبرية النبي صلى الله عليه وسلم قد بولك علي صلوحبته رضا الله عليهم وقت إسلامك أمره مرحلة يد أشوك الدينة وصورت قال أنا هاي مد إنه مال دي بدأ أنتو إشتاق أنتو كذو هل كاسو دكتو أقول شيء جديد ويسوق قدبتو واتي مسجد كي لسميه ومسجد في أوجوري هل كي قبة واتيل السماء مسجد النبي واتيل السماء
رج يدو دينه ده حارون ضدك الوصى أوروريو أو خير كله بهياتي ولا سوق بمنابير بمركز إسكو ركتي مراحشة كلا دوان التربية لها تزكية النفس وهالك الله بهي ضدك إن مركز إني راعان ولذلك واحد يجرسه نبي جمال يدو عن ضدك بآني مارين إنه صحابة لا فريسان جري وعلي ابن مسعود فجاءت حية فهربت فدخلت في الجحرة النوبة ماشي جوجنا أيا أباسها صاب حذي انتي عررتي بقد قشي فنزلت والمرسلات عرفة معنى وحي موجيني سماش اللي في ريسنجري حتى ما هن ميل appropriate أو مناسب كو عددكو إنه يسوقي ماذا إيوضو هادنا مساكن الجن إسوه النبي صلى الله عليه وسلم كنتو كاني لأن مجيرين روك دينات ما ينجيرين عددكو يسوقي ماذا مسجد مجيرين أيا الجن بعد دقي سنة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أو إلهي هذا نقول أوحي إليه لبضع صورة حكاها الله ما لها مداخل الجن مساكن الجن إن أو مرندو جنك أي مراني هل كي كؤروران بو النبي صلى الله عليه وسلم كتر بيين جير وحينا موجين إيسا مسائشة رنتي أهمية دي دالي وحا مركة صباح مركة ضد individually أو كليغو السعودة نين تربية إيسا ما عزب إيمانه يا رسول الله طهرني أم حاسم إيسا رسول الله زينا كل دعي ميت كلا إيمان يقول يا رسول الله احترقت أم حاك كل دعي أم حال لقبتي ما يأيض بالرمضان لوجره أيان هواني ذي وحكة دي ميت با إيمان يا رسول الله هواني با بير ما لها سنتان لقالي حقار ننكشع ندح مرتي يا رسول الله محاسم إيه ميت با إيمان يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام خير الإسلام كون يسو أروري ميت با إيمان يقول يا رسول الله أي الأعمال خير ميت با إيمان حنظل يقول يا رسول الله نافق حنظل إذا تربية داس مركة إنه قفكو قارة هار ويسو ونقضو سلف بروغرام ونقضو ويسو وديارسين أو لا صوشير تقول يا رسول الله بل محا بقح ما اللي سكود ليا ما اللي سجاد ليا رسول الله محا أنيقا إسارا هاركا إن لقارة وحيوبها أنت تربية وتزكية له وضدك الله ظهره وضدك أي نقضان ضد ريفاين إن النقضان مركي ديارسين لقاري كارا وحكو الله يدر ماشي إيمان يوم لكن هلكا بانك كلامك الله ويعدو وحمانت إنك إنك جرى ذات كلمة كجرى هو المتبع وقيب كمدة متمركة وإنك جرت أما ذات كلمة كجرى إعجاب كل ذي رأي برأيه قفل بأنه إسلق الناضة ومنه سقارت كجرى وأي جرت شح مطاع والحجعلة إن هذا كذا سرع إجارته إنك وإنك ذات كلمة كجرى لكن وحاصلنا وحلقة طلابة وبدادو أي كتيمت وتربية فردية أو يدو individual based education وتنبيك صلى الله عليه وسلم كشقي در صلاة الله وسلم عليه وحكو الله يدن مهيمة مركضتك الله تربية إن أي جيران وسائش دتك لغو تربية لها وسيلة من إيادة وحا عوان كيد أوياهي أما هل كل قيد أوياهي ما لكم لا ترجون لله وقارا إلهي وينين بؤنك قباهي سي إلهي لو وينيهي وسدح شيء وين العبادة ضمرينه سدح دون دون تكوات تنويع توزيع أولويات كل إلهي تنويع أولجيه ضد كسكسي معها مد بق إلهي الصون كأفرج مد بق إلهي صلاة أفرج مد بق إلهي قرآن كأفرج مد بق إلهي صدقة أفرج أدو دب سوق الله وهالكي مركي نكي يسوق معتكف كأها رنتي أهل الخير أها مزج كجري أنتو دنبالك أسوة قرى إمام مالك يا هذا إمام مالك حديث أنا دتك كجرى يصير لما بحناء وحنك كلا أوعى دتك تزجيء وباهين مركز سيري يا هذا إذا جيس أدنى إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق إلهي وأقيبي قسم الأعمال إذا قيبي عماش أدنى صلاة الوفودي هب النصان كان لوفودي سلم إذا سيد إلهي أرزاق ذا وقبيه أو من الله هضمي من العيرتي من الدح بحال لقديك ضدك إلهي سبحانه وتعالى قيبي مني والله صعبوي هل كان مركو حقيقة هذا ليس ما الباك وفضد إذا تنويع وحو كينيا تنويع وحو كينيا قفك إنه سندالين وحين كم تجزء من التربية توزيع بالله بهي أو جوارح ذا أما حبناها الإلهي وكسي عبادة أقيم عربك عبادة قارو ليه دقوه عبادة قاري ليه قعموه عبادة قاري ليه قلب عبادة قاري ليه قيب انت على قيبين مهم ولذلك ذاتي يهرى عمر قوضة لنبا انت سوءها الكرابيش بابح ليه هبين هبين هذا كم بدا بقى الإمام الشافعي الله سيحدي بيه كنت منوح عن أركيب بيه إنه ثلث الليل صدح ضلال وقوصنا ذهبين كمارك الله لك انت قوصين كم يديه بوح أقليني
كنتن آيات بس طبعا كنتن آيات وحلقوا أقرأ وأكتين وحن معنا لهم عشان دقيقة دقيقة لقى بحكرة لكن الإمام الشافعي كنتن آيات بروح أقرأ ثلث الليل مركز ثلث الليل مركو هاللي ما أتى على آية فيها رحمة إلا وكان يسأل الله جل وعلا عن هذه الرحمة آيات حمبارسا رحمة نركو كوي ماذا إلى مبري يا الله رحمة نسي مرك أكوي ماذا آيات يد عباد عذاب حمبار سنة يا الله إله وجبت بادي هلا ومرك هل كمرك حكى قادنا إسا قرآن كحيتا مرك الأقرين يتأمل بأباهم وحليه مرك المرك وتمام ذات تربية ذات توزيع ذات كله عبد الله بن إدريس بمرك وحرار أكوي ميت حالة ديسون أي حالست أهي يصير الله إله وحال جاري وقتي الأنفاس الأخيرة هل كان كجب حلي الدنيا كجب حلي أيا وح الله اللويلو دارو حريا بني ويل كي يقول بعها أيوة الولي محل دارتنا دار كيس هذا النفط أن كوا أيوة أفركن أو ختماء هل كان كوا قريبي أفركن أو ختماء يعني كوا قريب وقت اللي أيوة ولا ما هل كعدتك مركا مركا التربية ده هالك أي جارته وقفك ونوعا ما واحد اللي يقول عفية أي تاه تربية يض نبات جشن واحد دو حياة واحد نقول أنا إيمان حبناه هذا مركا كوا بعها ما له مركا جار وعلمي ده مركو ليه إبراهيم ابن هاني النسابوري وعليه مروا تلمامي وحولي هاي وصلنا مرك مركي طبعا حالة دي سن عادي ما هاي ونصلنا مركي طبعا لقاري وقتي وسلي هاي أفكا أيالا فرانا يا قرح دي بعد عادي دول حيل غابت الشمس غربت الشمس مية دعادة مركا سلي مية مدعين بيها نعب مركا سيني وحد دائق الداي مركو سايري بيه وعلي بو نفوي مركا طبعا انتو سن نفوي بيوحل لمثل هذا فليعمل العامل dadku marka way yiqiin xaqiiqiin waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortageeyaan oo khair waxa marka u baahanahay in aan tarbiyadu inay noqoto mid labada ugu muhiimsan waxay tahay jirka mid caamimeysa jirto salaadiya oo haday noqon lahayd external tarbiya oo mid muuqata ah oo salaadiya ee mid internal ba jirto oo daakhiliyo oo soonki wuxuu leeyahay thabit al-bunani la yusamma ar-rajul 'abidan hatta walau kanat fihi kullu khaslatin min khisal al-khair إلا أن توجد فيه خصلتان اثنتان ألا وهما الصلاة والصيام قفك اللقم مجا عابد كرو وعابد إلهي بعبد الله ما ديه كرو حتى هذه خير ربنا بأكور رسيه إلا الله خصل ضاد أي سي واضح وكم وقت وصلاة إلا كم وقت إسانك وكم وقت لبدا قفك اللقاء هلا يلبيه كرا عابد دوله هل كان مرحبا عنك ربحنا بحر المركة التي المام بحر الله يهي محمد بن يوسف سفيان الثوري وروح عركي dadan yara meel fadhiina iska fadhiyo oo ulaha la wuxuu yaa shabaab sallu tukada habeenka tukada inta aad dhalinyaro aad tihiin maxay waxa la gaari doona waqti aadan salaadi u soo toosi karin waqti faradku kugu adkaanay la gaaraya halka marka waxaanu kala baxayna macnaha ah in waxa loo yaqaan individual based education oo ah tarbiyada ilaahay dadka ku xiri lahayd in asaasku ay ka bilaabato wuxuu leeyahay hadaba markii wali aan ku jirno maskaxdaada waxa ugu weyn ama ugu wanaagsan ee maskaxda tarwiid lagu sameeyo ama maskaxda runtii lagu leeyahay waxa ugu wanaagsan macaani alquraan wuxuu leeyahay ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi ma nadimtu ala shay saraftu alayhi waqti wuxuu yiri ama nadimtu ala shay aw ala kulli shay saraftu alayhi waqti wax walba ka qumamiyo isoomar hada waa ninka jabalka ah marka xadiiska loo baxay ogtihiin marka fiqiga ay taageentaad ogtihiin marka meelo baba loo baxay wuxuu leeyahay إن الله إنتي وقتي إصام مرتي وأنجليي مجالات كالدوما كشل لايب لكن هل مدوما كشل لايب بي وآه معاني القرآن وآه قرآن كإن لدوحة نحر كيس لدوحة وقفك آيات آيات أسدول تاغ ولذلك مركي حبسي قال لديك وحير سديتن إيشان خط مضاد با إصام مرتبي سديتن إيشان كب بضنبو رنتي مرين كري قد مركي الله الشيغو إنت أو بيريد كأو حبسي قل كجر لكن سيدتن إيشان تنوى قراءة ذي وكرابيش حتى أكتل أكسو ورين الإمام الشافعي إليه ما أتى على آيات الرحمة إلا وسأل الله عنها ولا أتى على آيات عذاب إلا وكان يستعيذ بالله من ذلك مر الله آيات رحمة وكي مادا إله ويدي سنجر آيات مرك عذاب حمبار سنتان إله وكمل إنجلي تربية الأسدان نقطة وعلى الله بها مرك مسكح ذا إيادة حتى قفك إنو جهدية علمي وقلين إنو سنقن علم يحاجر مانتا الدنيا الدنيا نوع النقطة علم الكابسولات روح الله يقان ما سندويشات نين والبوح الربا وح إنه وان من الكرم به علي أحد المفكرين كتاب مجلدات ككوابا من أركيدين كتيب بسكوب الدلبي كتيب كبار رسالة النقطة هذا نبروش شرير بالله وضع
مركز صدم حاضرة دوار كيس وقت يدو حددين الكلمة دول يحدد أنت الدنيا سريعة هل كذت كلام ولاه وحن أكفد يبي عبد الرحمن أبو السلم يحليه ما يسأل أتفددان أن تاجن هذا أركيسان بيران فديو إسكما جارين بير محايل وح إسوع مرتز الدحي طمن صنو أن زيد بن ثابت قرآن كأكو أقرنية 13 سنة بهل كأسو تاجنا أنا وحن ربع مرق قرآن كأنا كده ما يشمل وحن ربع دي كأنا كده ما يصير سند هبل وح ربع الله صنو كده ما يصير سدحي طمن صنو أيام قرآن كود الأقري زيد ابن ثابت حتى أصل إلى مقعدي هذا هل كمان تأن فديو إيش كسو جار معها وحي صامرت بروسس بي صامرت ضد كيوهرانا وحي أهيان لقمنا الدالي جرين يو معها وذات إس لك المدي سوء العلينا ماهين وحول لي أحدهم اختلفت إلى الحسني حسن بانساء وقر رقال عينيني مر بمر أن لفري سنة يعني حد يجربة وحيري سدحي طوان سنة آذا يبير أما طوان سنة كوضع ولي ما أركن بيوري كلمة وشال الشيء إنه كسر عليه يعني هكذا العلم علمي كاس على قومك عبا أرض قومك ما داليه ما لو بيحكوا جرا ها continuation بيحكوا جرا وحصول بيحكوا جرا إذا هذه تربية ذهال كائن نقطة ماشي إذا مركو لهذا وحكى له لو باهين يضع صائت قلبي قد يارين تيزو حكم إذا أرض قومه هرت كإلى اليو يعني بمعنى إذا كعلماء فيما بينهم إن خيرك إلا يسكو قره أوجر كان فشن أوجر admission أوجر هبل بقى ستة هبل بقى خير بدن محل تربية قيب كم بيت أفك مركو حسد كلا قصار مرك أولي أحمد الحنبل لا يوجد أحد في الدنيا أخذ قلما ولا محبرا إلا وفي عنقه منا للإمام الشافعي مجر قف قل ورقت إصدول صار إلا الإمام الشافعي من كله يعني نوت الإمام الإمام أحمد الحنبل دورك الإمام الشافعي في الإثراء الفكري والإثراء العلمي يوحو إسلام كان وقبت نوت الإمام إنه شيخ يسوعها ما شيء ذلذ يعني واحد نوضح أنا نفس الشيء مركو الإمام الشافعي وكل شيخ الإمام مالك أوليها إذا ذكر العلماء فالإمام مالك نجمهم علمي ومرك الله الشيء علماء مرك الله الشيء نيكا ماشا أقوص رئيسا تاقا حدي قوه والإمام مالك هالكاسي مركا أنجرتي ولذلك قفك أقريم كتب الرجال شراح الحديث ابن حجر العصراني ومستحيل منه مسألة فقهية وصدران دري يسقون قال الشيخ البلقيني ابن أبي جمرة وإنه إسناديه هل كما أنت محاضرة ضمبو صحرية مشيقي مزدر كذا وبحيا شيخ بو عجلت كسود دقيسنا مزدر كذا مشيقي هل بقى شيخ مالها بل وحا لقيا بقى إيادي إنه وادي إكسود إنه يسوي كرة ديو هل كما أنك حد دي أنت رضا بضان نفسد دحد دقي وعلوب باه إلا جفو والله إسكسار بور كذا لكعيو سيمر كان لو قارة ميل آدي أدوصر رئيسا مع الزمن كهذو نقد زمن الروايبطة ونول لبك المذود سارتي تاي إنه حرتي إنه الله هدي أي نقطي زمن كهذو نقد زمن كله ضم بينه آن يجرين زمن كهذو نقد والله الله هذا زمن كهذو نقد زمن الحميرية وحبال الشيء قد ضمير كبو قيل يا أدون قيل مركب النقد دتكو كله ضم بينه وحبت المركب جريح جيب يعلمك مشغول كي هل كي دتك جيل كي ضم بي أيمد أي هل دو كدكان لهايان هل كدك شعار كدكان لهايان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلى قل يهرنا وضاف إيا إيمانك نوغه الريئه قلبي غينا وحد أتون هيال هل كون نقول لها بمالك للقاري هل كا وحا أمالين والاسقلي بل الهدوء الهدوء تربية هلا يزدقالمي قرت بارك الله فيكم طبعا وزي وضع إن شاء الله وحط الماما يمركا وحكى الله باهي أيضنا إن ضدكو أما قلبي قاو إنو سنفيت نوبين إنو في النوبين حان ولقل حان كوضا وحان كوضا فتن تمانتا والشبه والفتن خطافة ضدكو يدفعسا قلوب تمانتا معرضة لأكثر من فتنة قلوب تمانتا وحا موجه قوة في واجهتها وحتى يعني فتنة تؤد بيبذين هدبا اسك إلالي وحولي أحد العلماء لا تجالس مفتونا لذي كل قمتهاي في النوبة يكر قمتهاي هلا فريسان لو مدوي أما بعش صاحك وقوها بقيه
oo kugu harqiyo iyadoo ku galiyo ama in calaqal dib u ka soo gaaro wana sababta aan leenahay baraaruga in maanta aan u baahanahay nacam maanta in wax la bartay waxa aad iyo aad u sareeyo in jaamacadaha leen noo galay waxaan ku faraxsanahay in multifarious disciplines wa maanta jira oo dadku takhasusaan inay noo soo bartaan daayarta aad buu laakiin maadadan adigu falsafada ah ama biology ah ee wali maahas waa maada ijbaariye kuma jirto maadada obligatory kuma jirto waa maada iyada la dooranayo oo mawaad ikhtiyaariye ku jirto inaad adigu qaadatid adoo islaamkii aanu ku fadhiyin mabaadiidiisa aanay ku fadhiyin adoo islaamkii aadan difaaci karin kadibna laga soo bixi program kala duwan waa halka gundiga uu noqotay aasaaska uu noqotay in awoodii mawjadii iyadu aad iyo aad caatiyada u ahayd ee lagu magacaabay mawjada ilxaad inay sii badato wax kale maaha maxaa la madaaris la tago ila fikriga laysku tuuraya meesha ninkan profesorka ka hortaagan ee wax kuu sheegayay waxaa laga yaabaa haddii xataa math uu ku dhigay ama physics uu ku dhigayo haddii maantanan oo formula uu waxaad u baahnayd uu kuu sheegay waxaa laga yaabaa boqolkiiba waxaa ugu jira 1% oo shubhaa uu marka adigu ku gelinayo waana waxaa keenay da'yarta markay intay jaamacadaha ay galeen isaga oo bahashii xambaarsan inuu noo yimaado dhibtuse waxay ka taagan tahay suu kaa u dhegaysa adigu kuu dhegaysan maayo dhegta uu kaa amaahiyay adigu inuu ku amaahiyo diyaaru maaha qalbiga uu kaa u furay adiga inuu kuu furo diyaaru maaha maxaa yeele ninbaa markiiba soo uutay halkaa marka waa qodobkaan u baahanay inaan ku baraarugno walidaalika fitnada waa laga fogaadaa waxaa ka mid a fitanta ee dadku inay ka fogaadaan ay tahay markii yuunus ibn cubayd uu kaga digayay ragga wuxuu ihi laa takhlu bimra'ati haweenay keligeed ha la fadhiisan meel xataa haddaad qur-aan adoo ku aqrinaya xataa xataa adoo quraamayaba ha noqoto adoo waridi ku aqrinaya ha noqoto ama u aqrinayaba cayi xaala fii hadii axwaal oo qofka soo marta waxaa kaloo u baahan haddana masalada loo yaqaan qodobka saddexaad afaraad oo aan maraya wuxuu yahay ترويض النفس على رعاية الوقت نفسد إن لبارو هرت وقتي سيد الله إلى لنا إلى لين توقتي وقيب ماش أقوم هم سنوي ونفسد إن لاد ياري أيتها ولذلك هذا طبعا إلى هاي وقتي يسيا إنه إلى لي دان مركل لقى إياه وحبار ربع إنا برتصامة مركل حبرنا إياه قرآن كل حين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu idinka soo saaray riximada hooyooyinku idinka soo saaray idinku waxba aydaan meesha ku hayn takbiir takbiir qaybta brotokoolka dumarka tartiib meesha waxaynu wax halinaa wada buuqaysan kulliyiina tafadal muxaadarada dhageysa hala aamuso huduu hala laasimo takbiir takbiir محاضرة عند ويسانا بارك الله فيكم تفضل الشيخ جزاك الله خير هذا وقت إله با إله ليه وحل قويري والقصوص صاري هذا وح أقوانا آذان لهين لكن وحاجر فاكولتيز أو قفك أو كشقين لأدوات دي والقصي وجعل لكم السم ومقل قواكا أرق والقصي عقل والقصي هل كان مركا وقت أدكوب بحين لهيد باجرين عقل الرئيسي والقود ياري waqti aad ku bixin lahayd inaad maqal raadiso maqalku waa lagu diyaariyey waqtigii aad araga ku raadin lahayd waa lagu diyaariyey maxaa hore un kaliya adigu inta yar marka dhamaystiro diin iyadu wax walba facilitated ka dhigtay oo noo fudaysay baa ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey halkaa marka waxaan kaloo ka qaadanaynaa marka cilmi baan raadinayaa waqtina ma ilaalinayo mana cibaadaysanay suurtagal maaha cibaadadu waa daruuri walaalika ardaygii xadiidka ka raadinayay axmed xambal ee u yimid habeen habeenada ka mid a axmed xambal wuxuu sameeyey biyihiibu u diyaariyo ku weysaysan lahaa si baraarku halkaa u dhiga kadibna uu ka tegay salaadii subax markii la gaaray wuxuu arkay axmed bin xambal raxmatullaahi calayhi oo biyuhu sidoodu yahay markaasuu la hadlay wuxuu yihi hada horta diyaar baa umahayd bu inaad waxbaratid waddada loo marana maaha xaloo dhan daalibi cilmi hurday oo salaad aan usoo toosin inuu maanta yidhahda xadiid baan baranaya suurtagal maaha ee naga istaag buyi waxaa kaloo loo baahanya haddana in aanu ku mashquulno fii aakhir shay waa meesha ugu dambaysa eh nafsadaada xisaabin bay u baahan tahay xisaabinta nafsada ay u baahan tahay waxayd waa qodobka ugu dambeya kusoo gabagabaynayo nafsadan si ay u tarbiyooday waa in lala xisaabtamo xisaabtankeedu wuxuu noqon karaa dhan walbuu noqon karaa walidaalika wuxuu leeyahy axad alculamaa oo tilmaamay wuxuu leeyahy cadadtu waa yuunus ibn cubayd cadadtu khisaala alkhayri kullaha wajadtuha tarbu calaa mi'ati khasla
ثم نظرت إلى نفسي ووجدت نفسي غير متسفة ولو بخسة واحدة من هذه الخصال. قال لي بوك بنتو ساقات وحتري مع خير أه واحدين ثلاثة سرعي ليس دار مركز سيري بواهي هذه يزديمو سائس أقبل اسدقو محاد كسي فيسن تا خيرك كان صوم بالا شيء حب دين لقى تقال شيء تواضع بالا شيء وحب بالا شيء محا كدي بوحير مر كان دي بسوم الحسن وحن أجاده نفس الدين اللي بيدبينه اللي جوهين هذا يونس العبيد قف كي تاريخ سأقرين وح عركيا نين جبل إنه بمعنى ومح على الأقل إنه كوجود جرو نوع ما دلال أو مر وبن مر كذا بيسا قف كقول بالله بدلال كيس وهل كمر كلو بهاي وحل بهاي هاي أنت الدنيا أنت الدنيا اللي جوجو هل كأوليه أبو إبراهيم التيمي وحليه مثلت نفسي في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها أبكارها ثم مثلت نفسي في النار أعالج سلاسلها وأشرب من صديدها وأكل من زقومها لبا حالات بان تصوير سدبيري تصوير بوديجي وحن استصي أنا مرة نار تكجرة مرنا أنا جنة كجرة أنا جنة كجرة أو بيه هذا ورابي وبيه هذا دريري أنا جنة كجرة أو حور عين تي دح جوجا أنا جنة كجرة أو وحي إلهي ماشى ودي العون لها أشجارتي مركا عنية وعن السبب هذا كان أنا جوجا نارتي كجرة مركا الله ودي ساء سوبر بردي باوحير يا نفس هذا مدة دوران الله يدادوه الله ودي واقع من كهر يالن هنا واحد أو جنة يكجرتو هنا واحد أو جنة نار ويكجرتو هل كان دوران الله ما أنت كلا الدورة بير محاسبة ذا واحد وبهنا أنت ماشي لقتين محاسبة ذا مدة إذا دلنت كرتوا إنه قفكم مركز تواضع وجاره ويجاده وحساب تم الجرين أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بأوحى بحضر كيسهيل بير أنتو ساقة توضع الله مريا مركز اللي ويدي وحلي محر نفس الدين إن جبيه عمره قضاء بعسنا ساسو كلا يسوع وضع الله جاينا يوم أيو أنت اللي ويدي وحلي رأو محاكم مكلفة هذا هيلي كده ده بدي وصيلة دي وحير إني أركهر بان لشر إني من وفوده هذا البهالك كجدي حوجا النفس دي عجبي بسوق قاله حوجا وحن دي ذا إنا ديلان ربابي النفس دن إيه قب كذا إنا ديله أو حوجا وأنا سوق قال إن قب إيه فجرت إسقاطات كإنا ديلان ربابي صدرت وين أنا هاصل ديجو وين أنا توضع بوله إذا من خلال هذه المحاسبة حكوا جاركنا قبل جبدي وحن له جونان الكلمة ده إن لجارة مرحلة دي وشاف كشيء كي إن لجارة مرحلة أممية أو مضوا إنا دقائق ده وهيك أي كهين قد تهلك ما أنت إيتاجنتهاي تغيير كان إلهي إنه قب باقي إلا جاراي رون الله مر لا وحي تأين أني أديها هاي جنوي محايا لي إلهي مركو تمامي لا يغير ما بقوم قوم كل حكوك وما يهاي واحد زائد واحد زائد واحد بقوم نقطة هذا أني جها جاود أديها جاكت يسوي هاي يدو أي هاجاكت أفرتنا أو أنت الضمائر تؤقي وسنتبا أنه هاي جنو مركز سال لجاري كره هلك أنه هكسنينا إلهي سبحانه وتعالى هو يجسنينا ومضن مالك هلك إيتال إن إلهي وكقاضه ماش هكسني سن إلهي وجارسيو أنو نجربين ومضو ترتن جربة لوجراي هو قال الله قلت إن إلهي سبحانه وتعالى نجدين نصدنا إلهي لو جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى حسن التشويش إفرج